خد يا موكوسه، تعالوا نشوف الشيف دوت هيعمل لنا سندوتش سوري بطريقه غريبه، وتعالوا نشوف تكلفته هتبقى كام. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه القصه كفر. صدر فراخ عارف الكيلو بكام دلوقتي؟ على الله داخل في 200 جنيه. حط عليه قشر الليمون وراح عصر عليه ليمون. طب لو كنا عصرنا من الاول ماشي. ايه البتاع الاحمر ده؟ لا مؤاخذه ماشي، ما علينا. تبل ملح وفلفل وبابريكا وقلب مكس وسابهم يخمروا ماشي. الافوكاتو ده بيتباع عندنا بالواحده، ده ابن الغني اللي بيجيبه. حط عليه بصل وكاتشب وبرده بشر الليمون وزيت زيتون واضرب بالميكسر. يا جدعان يعني انتوا شايفين يعني يكلف له كام الساندوتش ده؟ سيبكم البصل والطماطم وزيت الزيتون، يعني قولوا لي كده في الكومنتات يكلف كام. يا بلح اسود ده، لو ما دخلش في 100 جنيه الساندوتش ده قولوا لي على الله حكايتك. قولوا لي انت يعني يا نهار. وعيش تورتيلا، عارفين عيش التورتيلا بقى بكام؟ قولوا لي في الكومنتات. دوس على علامه الزائد والقلب وصلي على النبي في الكومنتات، وقولي ربنا يفرج علينا كلنا ونعملوا السندوتش ده.